كيف تقرأ ما يقوله الحوثيون في هذه الأيام؟ Well, it could be looked at. يمكن النظر إلى الأمر في أسلوبين. من ناحية هذا يزيد الضغط مجددا على الولايات على السعودية. وتذكر أن الملك سلمان ألقى خطابا اليوم ووضع السلام في اليمن وسوريا في رأس الأولويات. يجب النظر إلى الأمر إن إلى إيران بشكل مختلف، لأن السعوديين إنهم ربما متراجعون من ناحية إقليمية في ظل ما يحدث مع خاشقجي ومع تركيا ومع تحالف الأخذ بالتزايد والتعاظم مع قطر. لذلك عبر عرض اتفاق سلام ومحادثات في هذه اللحظة، إن الحوثيين عمليا يضعون الكرة في ملعب السعوديين. إن لعبتكم الآن يجب عليكم تأتون بالأجوبة. وننسى في كل هذا السياق إن قرابة 10,000 يمني قتلوا في ظل الهجوم السعودي على هذه الدولة. إن الإمارات المتحدة أيضا مشاركة في هذه العملية. تركيا حافظت طوال الوقت إنه لا بد من إنهاء الحرب في اليمن، وفي ظل أنه هناك احتمال لارتكاب جرائم حرب كما تقول الأمم المتحدة لا بد من التحقيق بها. ولذلك ربما يكون المد الآن ينقلب على السعوديين في ظل الحوثيين. نعم سيد.